هلا مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. نعم، أنباء المال والأعمال تنضم إلينا فيها ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم رجائي وإيمان، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. يشارك البريد المصري في منتدى الأعمال البريدي الذي ينظمه الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا، وعلى هامش أعمال الجلسة رقم 41 لمجلس إدارة الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، تم عقد منتدى الأعمال البريدي للمدربين التنفيذيين للمؤسسات البريدية الأفريقية، وكذلك منتدى وزراء الاتصالات الأفارقة. كما قام البريد المصري بإهداء صالون فرعوني صنع في مصر كمساهمة في تأسيس مقر الاتحاد الجديد الذي سيتم افتتاحه بمدينة أروشا بتنزانيا في 2 سبتمبر المقبل، وذلك بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا سامية حسن. شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وروبرت ميرسيك أوغلا رئيس مجلس إدارة مجموعة إي بي مولر ميرسيك الدنماركية توقيع اتفاقية تمديد التعاون الثنائية في مجالات التدريب والتحول الأخضر. يأتي ذلك على هامش زيارة ربيع للدنمارك، حيث بحث الجانبان التعاون في مجال بناء القطارات البحرية وإعادة تدوير السفن، كما أعرب عن اعتزازه بخصوصية العلاقات المشتركة التي تجمع الجانبين، مؤكدا حرص الهيئة على دفع العلاقات الثنائية نحو أفاق أرحب واستثمار العلاقات الممتدة لتحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي. من جهته أشاد رئيس الشركة الدنماركية بجهود هيئة قناة السويس نحو تعزيز دورها المحوري من خلال دفع العلاقات المشتركة مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن التحديات التي واجهت شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات تم التغلب عليها من خلال تنفيذ رؤية واضحة للمستقبل تبنت تنفيذ خطط توسعية للوحدات الإنتاجية وأيضا خطط مستقبلية طموحة، مشيدا بالنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي 2022-2023 نتيجة الجهود المخلصة للعاملين بالشركة والتنسيق الكامل مع هيئة البترول في إطار استراتيجية متكاملة للوزارة. جاء ذلك خلال جولة وزير البترول لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشروعات تكرير وتصنيع البترول. كما تفقد الوزير شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات للوقوف على تقدم المشروعات الجديدة الجارية والمنفذة لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وخاصة من البنزين. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة تقدر ب 44% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة، وصعد مؤشر إي جي أكس 100 بنسبة تقدر ب 22% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات بالولايات المتحدة تزايد إنفاق المستهلكين الأمريكيين في شهر يوليو وتراجع طلبات إعانة البطالة، مما يحيي الأمال في أن البنك المركزي الأمريكي ربما ينهي دورة التجديد النقدي. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة تقدر ب 94% إلى 86.67 دولارا للبرميل،
وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.16% إلى 82.58 دولار، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 2% لتصل إلى 3.4 دولار للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1.68% لتسجل 2.74 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وكالة الإحصاءات الوطنية CBS الهولندية أن التضخم في البلاد انخفض إلى 3% في شهر أغسطس، وهو أدنى مستوى له في نحو عامين. هذا وكان التضخم مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت هذا الشهر بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت أسعار الطاقة في المتوسط أقل بنسبة تقدر ب 28.6% عما كانت عليه في شهر أغسطس من عام 2022، وبلغ التضخم في هولندا ذروته عند 14.5% في شهر سبتمبر من العام الماضي. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم رجائي وإيمان. شكرا لك مرنا إيهاب.